هو الصنو السعيد والأمير صامت، شقيق الملك محمد السادس وعضده، أول من قدم البيعة لجلالته سنة 1999، يرافقه في الاستقبالات الرسمية في الداخل والخارج، ويمثله في المحافل الدولية، وينوب عنه في الكثير من المناسبات. سمو الأمير مولاي رشيد، الابن الأصغر للملك الراحل الحسن الثاني، عاشق السينما والفن والرياضة. ازداد الأمير مولاي رشيد في 20 يونيو عام 1970، تلقى دراسته الابتدائية والثانوية في الكلية الملكية بالرباط، إلى غاية حصوله على البكالوريا في يونيو 1989. التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط لبدء دراسته العليا في القانون، وفي ماي 1993 حصل الأمير مولاي رشيد على ليسانس الحقوق تخصص القانون الاقتصادي والاجتماعي، وفي العام ذاته حصل أيضاً على إجازة ممارسة القانون العام. في 29 يونيو 1995 أكمل الأمير دراسته العليا وحصل على ماجستير في القانون LLM في العلوم السياسية. كانت مسألة البوسنة موضوع بحثه، والأطروحة التي قدمها الأمير ودعمها علناً من أجل استكمال تدريبه لتعليمه بعد التخرج. وفي 21 يونيو 1996 أكمل الأمير بنجاح الاختبارات الكتابية والشفوية ليحصل على درجة الدراسات العليا في العلاقات الدولية، قبل أن يحوز الدكتوراه سنة 2001 بجامعة بوردو الفرنسية بميزة مشرف جداً. ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، أضحى الأمير مولاي رشيد سنداً حقيقياً لأخيه، وهو ما صرح به الملك محمد السادس نفسه لإحدى المجلات الفرنسية، حين أكد أنه طلب من شقيقه أن ينبهه إذا ما غيرت السلطة من طباعه وشخصه الذي عهده فيه. وعلى مدى أكثر من 20 سنة أنيطت بالأمير مولاي رشيد مهام محددة، كان أولها ملف الدفاع عن ترشيح المغرب لمونديال 2006، إذ عين رئيساً للجنة الوطنية لترشيح المغرب، مستفيداً من شخصيته وإجادته عدة لغات، خصوصاً الإسبانية والإنجليزية، إضافة إلى الفرنسية والعربية بطبيعة الحال، فضلاً عن علاقته الوطيدة والقوية مع أمراء الخليج وبعض الشخصيات الإسلامية، إضافة إلى حضوره في الإيليزي. مجلة إلكترونية سعودية نقلت عن الإعلامي المغربي الراحل خالد الجامعي الذي استقبله الأمير عشرات المرات في منزله بالرباط قوله أن مولاي رشيد شديد شبه بالملك الراحل الحسن الثاني، وهو ليس مزاجياً ويشبه أباه كثيراً ويملك نفس هيبته. ويحكي الراحل الجامعي الذي بدأت صداقته بالأمير منذ 1978 أن الأمير متواضع جداً، خاصة في زياراته الخاصة لأصدقائه. ففي إحدى الليالي اتصل الأمير بصديقه الجامعي بعد انتهاء لقاء رسمي برئاسة والده الملك الراحل الحسن الثاني، فبدره بالسؤال: هل من وجبة عشاء؟ فرد عليه الجامعي: عندنا غير دجاج، لو بتتعشى معنا بيها مرحبا بك. وصل الأمير بلباسه الرسمي وتناول فخذ دجاج وضعه في نصف خبزة وتناول كأس شاي. إنه التواضع العظيم الذي يتحلى به مولاي رشيد. ويتحدث معارف الأمير وأصدقائه عن مغربي قحٍ متحمس للدفاع عن وطنه، لديه تصور واضح عن مغرب اليوم ويطمح لمغرب متطور، لكن دون التفريط في تاريخه وحضارته. ويحكي أحد مساعديه للمجلة أن الأمير يختار بنفسه ملصقات التظاهرات الرياضية والثقافية التي يشرف عليها، لأنه يحب رؤية اللمسة المغربية في هذه الأنشطة. وبعدما يزيد عن عقدين من وصول أخيه إلى الحكم، لم تتغير شخصية الأمير كثيراً، وبقي محافظاً على العهد الذي قطعه على نفسه بأن يظل دائماً عضداً وسنداً لأخيه سيدي محمد. وهو ما أكده في حوار نادر أجراه مع مجلة الرجل السعودية سنة 2001 قائلاً: أنا في خدمة صاحب الجلالة، ورهن إشارته وقت ما شاء لتنفيذ أي مهمة يكلفني بها. هذه هي وظيفة الجوهرية تجاه جلالته، وكل ما عداها فهو في نظري مهام ثانوية. الأمير رشيد يحمل رتبة جنرال دوبرغارد في البحرية الملكية، ويشرف على العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها رئاسته لكل من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف، وجامعة الرماية بسلاح القمص، وغيرها من الأنشطة والمؤسسات. الأمير مولاي رشيد متزوج من الأميرة للا أم كلثوم بفارس، ولديه طفلين، مولاي أحمد ومولاي عبد السلام.